مساء الخير يا كابتن ناصر. مساء الخير يا كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء وكابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني وكابتن عادل مصطفى. كابتن ناصر طبعا كل الجماهير النادي الاهلي في كل مكان وكل متابعي قناه النادي الاهلي. حلو، ايه رايك في الاجواء دي يا كابتن ناصر؟ للاسف الشديد كابتن ايمن، كل ما حدث هو مخالف تماما لكل ما حدث قبل المباراه في الاجتماع الفني اللي حدث. احنا عارفين احنا قبل المباراه بيبقى في اجتماع فني بيضم مندوب النادي الاهلي، مندوب نادي الترجي، كوميشنر ماتش، المراقب العام، في الكوردينيتور اللي هو موجود، المنسق، في المنسق الامني، كل الكلام ده موجود في حضور الاجتماع. تعمل بلان كده كابتن ايمن بتكتب بيه كل الخطوات اللي بتتم من اول تحرك النادي الاهلي من الفندق للوصول الملعب الساعه كذا، التسخين الساعه كذا، خروج الساعه كذا، بيبداوا ازاي، المباراه بتبدا امتى، كل هذا الكلام بيبقى موجود في الاجتماع ما تم قبل المباراه. اللي حدث النهارده كابتن هو الهدف بيه اعتقد من وجهه نظري هو التاثير على لاعبي النادي الاهلي، على جهاز النادي الاهلي، وهو ده الهدف من اللي صحيح. حدث هذا اليوم من غير معقول في النهارده بنلعب نص نهائي في دوري الاتحاد الافريقي ويبقى النهارده للامن مش موجود او الدخول الجماهيري اللي هي موجوده باكثر ما تم اعداده في الـ طيب الـ خليني معاك واحده يا كابتن ناصر. انا مع حضرتك ان ده اللي اتعمل ده غرضه التاثير على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، ماشي، كملنا بعد كده واتلعب الماتش، هو اللعيبه اوريدي اتاثرت، نفترض لا قدر الله ان الاحداث دي فعلا اثرت على لعيبه النادي الاهلي والنتيجه كانت سلبيه، اقصى عقوبه بتتعمل من الاتحاد الافريقي على نادي الترجي غرامه ماليه. بالظبط كابتن، هو يا غرامه ماليه يا اما نقل مباراه خارج ميدان خارج الملعب. ولكن انا النهارده هنا النادي الاهلي استفاد يا كابتن ايمن، يعني انا النهارده انت النهارده من البدايه بتضغط عليا، اعتقد في لعيبه اعتقد تاثرت بالجو اللي ما قبل المباراه طبعًا. نفسيا وصحيا طبعًا. كل هذا الكلام مفترض النهارده، يعني انا من وجهه نظري فيكتور جوميز وحكم لا غبار عليه، حكم كبير جدا جدا جدا، هو اللي بيقدر النهارده كابتن ايمن، هو له القرار الاول والاخير يلعب او ما يلعبش، هو اللي حاسس بالاجواء، هو اللي هيكون فيها. خلي بالك الموضوع مش سهل، لانك انت هتعمل الكلام ده قبل المباراه في ظل وجود مباراه كبيره من الاتحاد الافريقي. طبعا زي ما قلت الهدف هو التاثير على لاعبي النادي الاهلي وعلى جهاز الفن. طيب في حاجه تانية يا كابتن عايز اكلم حضرتك فيها دلوقتي، الانباء اللي جات لنا مؤخرا ان فيكتور جوميز قال لك هنبدا بعد نص ساعه من الان، هتتاخر نص ساعه المباراه، كويس قوي. نفترض ان احنا من 6 ل 6 ونص ان احنا وصلنا لحد 6 ونص وما قدرش برضو الامن يسيطر على الموقف ولا يطلع الزياده بره، بالظبط ايه اللي ممكن يحصل؟ هو نفس الشيء كابتن، يمكن الكابتن اسامه كان بيتكلم الفتره، هو ممكن تتاجل ساعه نص ساعه، ممكن تتاجل لغدا، لان دي احداث ما قبل المباراه كابتن ايمن. دي احداث ما قبل المباراه، يعني احداث لو حصلت اثناء المباراه هنا في قرار لابد ان الحكم ياخده. يعني هل ممكن يكون في اجتماع تاني برضو دلوقتي بقى؟ اكيد هيبقى في اجتماع تاني لو اتاجلت لتاني يوم، اكيد الكاف بيبقى موجود، واعتقد ان كل مسؤول الكاف موجودين في هذه المباراه كابتن ايمن، وهياخدوا القرار، لان ممكن برضك السيطره ما تبقاش تقدر تسيطر على الجماهير الموجوده. فيكتور جوميز بيتكلم في عدد الجمهور الموجود في الاحداث، هو من حقه كحكم مباراه، وهو الوحيد المنوط كابتن ايمن بسلامه وامن اللاعبين في داخل الميدان اللعب. صحيح، هو المسؤول فيكتور جوميز عن امن وسلامه اللاعبين داخل الملعب. لو انت النهارده يا فيكتور ما قدرتش توفر الحمايه الامنه والبيئه الامنه للاعب النادي الاهلي النهارده، صحيح، من فضلك خد القرار والغي المباراه. كويس قوي. انا دلوقتي يا كابتن عارفين ان المباراه دي ليها ظروف استثنائيه، ايه الظروف الاستثنائيه اللي فيها حضور 5000 متفرج؟ يبقى الوضع الطبيعي مش هيبقى التنظيم من نادي الترجي بس، انا عليا مسؤوليه كاتحاد افريقي ان لازم يكون في مسؤول مع مسؤولي نادي الترجي يتحكم او يشوف العدد المتواجد داخل المدرجات، ازاي اكتر من 5000 يخش؟ كابتن انا قلت الكلام ده في بدايه ما دخلت، قلت ايه؟ ما حدث قبل المباراه هو مخالف تماما لما حدث في الاجتماع الفني اللي بيتم كابتن اسامه قبل المباراه. صح، بس مش مسؤوليه الترجي بس، بيبقى مسؤوليه الاتحاد الافريقي في هذه المباراه، لان هو قاسم مشترك كابتن، هو منظم كمان المباراه. مظبوط، هو منظم المباراه، هو مشرف عليها. كابتن ناصر مش مسؤول عن تنظيم دخل الجمهور، عن تنظيم المباراه، تنظيم المباراه ده من الجانب التونسي مع الامن. بنتكلم على التنظيم الجماهير، تنظيم المباراه كشكل عام، ولكن الناحيه الامنيه ودخول الجماهير ده طبعا الامن التونسي مفيش كلام، ولكن زي ما قلت لحضرتك كمان الاتحاد الافريقي لازم يبقى ليه دور. لما انت بتشوف الكلام دوت، انت متفق على اعداد معينه وشفت الكلام ده، لازم يبقى لك دور ولازم يبقى لك رد فعل يا كابتن ايمن، لان اللي حصل النهارده ده دي مش عايز اقول مهزله،
طبعا. اللي حصل النهارده حاجه مش قليله طبعا. لابد طيب. ان يكون في حساب كبير جدا 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 لنادي الترجي. انا صح. النهارده لا اضمن النهارده لعيب نادي الاهلي النهارده هيكون ازاي في بدايه المباراه طبعا. في دخان وفي قنابل مسيله للدموع وفي كذا وكذا وكذا، في لعيبه صحيا، في لعيبه بتتاثر، في جهاز فني النهارده خرج عن التركيز يا كابتن ايمن. ممكن حتى النهارده حتى بعض اللعيبه خرجت عن التركيز النهارده لازم اسخن يا كابتن ايمن. انا النهارده كلاعب نازل مسخن ومركز، لما يبقى الكلام ده موجود انا خرجتني كله عن التركيز. خلي بالك وكمان دي بتاثر في نتيجه المباراه كابتن. ده في مشكله ثانيه ايه؟ ان لم يكن النهارده كمان كحكم المباراه ممكن يتاثر طبعا. يعني النهارده كان حكم مباراه كابتن اسامه هو حكم كبير، ولكن بالاجواء ديت انا ما اقدرش العب في جو فيه ضغوط جماهيريه وفي كل الكلام ده. لابد ان الكاف ياخد القرار يا كابتن ايمن. النهارده النادي الاهلي انا بقول ان هو تضرر في البدايه بهذه الاحداث. كويس. من وجهه نظري يعني بقول يا رب. نقف هنا يا كابتن، النادي الاهلي تضرر، اللوائح بتقول ايه؟ من قلت لحضرتك اهوت الاحداث دي قبل المباراه كابتن ايمن، قبل المباراه عاده هيبقى فيه يا تاجيل النهارده نص ساعه او ساعه، او تاجيل ممكن غدا، وهيبقى فيه عقوبات، وهيبقى فيه عقوبات سواء عقوبات ماليه او نقل المباراة خارج ميدان اللعبة.